مشوار مستقبلات السلام. الحصان السلام هو مرمى الحجر حمار نباتي في جمال الان سيعطي الفرصه للحكم محمد وايضا يراعى نظام المقاربه والتناسب. واليوم عندنا عروض جميله لخيول العربيه الاصيله على مستوى غزه، وعندنا عروض بهلوانيه للحركات الصعبه في عالم الفروسيه، وانا ان شاء الله حقدمها. هي ثاني فقره حتكون على ارض نادي الجواد للفروسيه في غزه، وان شاء الله يا رب احنا اليوم مستعرضين كده نورجي الناس ايش عندنا خيول عربيه، وعندنا سوراد، وعندنا شيء كثير حلو، عروض حركات لعالم الفروسيه طورناها في فلسطين على مستوى فلسطين، وان شاء الله على العالم العربي باذن الله انه نحقق فلسطين ونرفع علمنا وين مكان ونشارك في بطولات دوليه باذن الله. الحصان الباشر من الأب ميلانو والأم مكتوب عنا صار نار أغلى أحبابك مثل الثاني أبرار.